حصل هنا؟ حد يقول بقى، يعني الكومنتس بتاعتكم، هو ايه اللي حصل؟ هو عايزه يروح الايه؟ الاب عايزه يروح فين؟ عايزه يتعلم، صح؟ انا لا، عايز كنتوا تتكلموا، انا مش هتكلم. ايه الكومنتس بتاعكم على الفيلم؟ انتوا لما شفتوا الموفي ده حسيتوا بايه؟ فيلم صامت. ما هو ما سمعش حاجه عشان الفيلم صامت. مظبوط، برافو نبيه، جون فظيع. يا حب تضيف حاجه حضرتك؟ تحب تضيف سرحان عبد البصير؟ بالظبط، موضوع اللون. هو ايه اللي حصل؟ هو زي اي اب عايز ابنه يعمل ايه؟ يتعلم، صح؟ فهو بعته المدرسه عشان يتعلم. هو عمل زي ما كل الناس بتعمل. خدتوا بالكم في الفيلم، يعني في الموفي، ايه اللي بيحصل؟ كلهم بيروحوا نفس المكان، جه في وقت كله راح الشغل وكله راح المدرسه، بس الولد كان عنده بهجه في حياته، صح؟ كان بادي الموضوع ببهجه، وباباه كان بيستمد البهجه دي منه بعد المدرسه، صح؟ كان الاب بيروح الشغل، جسمه كله بيتغير، بينهك في الشغل، لونه الازرق ده كله بيروح، ولما الولد بيخرج من المدرسه يحضنه، كان الاب بيحصل ايه؟ لونه بيرجع تاني، صح؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ وبعدين لما عاد الحكايه تاني يوم، لما الولد بقى مش مبسوط، الاب ما بقاش مبسوط. بالظبط، لما الولد ما بقاش مبسوط، الاب ما بقاش مبسوط. طب حلو، المشكله فين بقى هنا؟ قفل الابداع بتاعه. طب هل الحل ان هو ما كانش يبعته المدرسه؟ بالظبط، حلو، ويعمل له الشنطه زي. خدتوا بالكم الولد في المدرسه هو الوحيد اللي كان ملون والباقي كله ابيض واسود جنبه، خدتوا بالكم من الحته دي؟ خدتوا بالكم من انطباع الاب لما ابنه وراله اول رسمه رسمها؟ كان المفروض يعمل اي بي سي، عمل ايه الابن؟ عمل ايه؟ رسم الراجل اللي كان بيعمل كمانجا، صح؟ الاب عمل ايه؟ صح، احبطه. احنا عملنا كم مره الحكايه دي؟ ولا مره. برافو يا جون. اللي انا عايز اقوله ايه، ان ساعات بيبقى احنا في دماغنا قالب معين عايزين نعمله لاولادنا. القالب ده بيبقى قالب احنا فاكرين ان هو ممتاز، يعني نفسنا ان اولادنا يتفوقوا في المدرسه، نفسنا ان هم ان ابني يطلع دكتور. انا شايف ان القالب ده هو احسن قالب، او هو افضل حاجه لابني، او افضل حاجه لبنتي. فبفضل وانا شغال بشتغل علشان اعمل القالب ده. عارفين، مش عارف كلمة قالب دي مفهومة ولا لأ؟ عارفين القالب في مصر؟ يعني لما أنت تيجي القالب، تعمل قالب وتصب فيه حاجة، فلما تيجي تصبها استمبة، لما تيجي تشيل القالب الشكل يطلع زي ما أنت رسمه بالظبط. فساعات كتيرة بيبقى عندنا تخيل في دماغنا لأولادنا والمستقبل أولادنا إنه ده أحسن حاجة، إن هما لما يعملوا كده هو ده أحسن حاجة بالنسبة لهم. والحقيقة ده إحنا كجيل قبل كده يمكن احنا اتظلمنا بسبب التفكير اللي كان موجود ده في مصر. في مصر هو التفكير كده، ان انت تطلع تاخد الثانويه العامه بتاعتك، تطلع تخش كليه، تشتغل، تجتهد. نفس التفكير والثقافه اللي والدينا اتربوا عليها، هم رسموا لنا نفس القالب. الايه؟ وات ايفر، يعني يعني تخرج بشهاده جامعيه، الشهاده الجامعيه دي هي اللي هتحميك بغض النظر عن ايه. ده قالب احنا رسمناه واعتقدنا ان هو ده احسن قالب بالنسبه لنا. وللاسف احنا بنحاول نعمل ده دلوقتي كمان مع اولادنا، ان احنا بنحطهم في قالب يمكن يكون هو قالب كويس بالنسبه لنا، بس هل احنا فكرنا هو قالب كويس بالنسبه لهم ولا لا؟ طيب، حته الاب ان هو خد من ابنه الفرحه بتاعته، او ان هو بيفرح نتيجه ان ابنه بيفرح، مش دي حقيقه؟ صحيح؟ يعني احنا بنستمد فرحتنا منين؟ من ولادنا. لما بنحضنهم، هو الاب لما كان الابن بيخرج من المدرسه، الاب حضن وحصل ايه؟ رجع تاني لون جسمه او لون جلده زي ما كان موجود قبل الشغل، قبل الشغل ما ينهكه. لكن لما تاني يوم ابنه طلع تعبان ومش مبسوط، لما الاب حضن وحصل ايه؟ ما حصلش حاجه. طيب، شايفين ان الاب جه في الاخر عمل ايه؟ شاف الورقتين اللي ابنه عملهم، لقى ان الابن عمل المفروض منه، اللي هو الاي بي سي، رسمها كتبها بالظبط. لكن هو لما بص على اللي عمله ابنه الاولاني، لان ابنه ما كانش بعيد عن الموضوع ده، هو رسم الاي بي سي بس رسمها بطريقه مختلفه، رسمها زي ما هو شافها،
رسم البي كنحلة لأن هي بي، ورسم الاي بشكل مختلف، ورسم البي كان بيحاول يبدع في اللي هو بيعمله. طريقة الابن كانت مختلفة شوية عن طريقة الأب، لكن ما كانتش بعيدة. لكن الأب ما فكرش الحياة في حل وسط، يعني الأب ما فكرش إن هو يقابل ابنه في طريق وسط. كتير منا في اللحظة دي أو في الوقت ده، أنا عن نفسي بقول يعني كمان 10 سنين هيبقى في جاب كبيرة قوي بيني وبين ابني في التفكير، وخاصة إن إحنا جايين من ثقافة وهم موجودين في ثقافة، أو هم بيتربوا بطريقة وإحنا تربينا بطريقة. لكن الحقيقة It's never too late. It's never too late. انتوا حسيتوا هنا ان الموضوع خلص؟ انا هكمل لكم الموفي دلوقتي عشان تعرفوا ان هو It's never too late. احنا المفروض ان احنا to work من دلوقتي ان الجاب اللي بيننا دي ما تكبرش على مدار السنين. لان انا سمعت الكلام ده من ناس استرال هنا. انا اول ما جيت البلد واشتغلت مع ناس استرال كنت بستغرب قوي لما البنات اللي كانوا بيبقوا معايا في الصيدلية يقول اصلا الجاب اللي بيني وبين مامتي دلوقتي بقت too big وtoo wide وانا ما بقدرش اتكلم معاها. ما كنتش فاهم الكلمة دي لحد ما ابتدوا ولادي يكبروا شوية وابتديت أحس إن المشكلة دي هتواجهني كمان 10 سنين. وإن ما كانش ده يحصل إن ما كانش ده يحصل دلوقتي وإن أنا أبتدي أتدارك إن أنا أحاول أتقابل في الطريق في النص، أنا I'll lose الجاب دي. It's never too late. أنا هوريكم آخر حتة في الموفي، هي عبارة عن دقيقة واحدة. الشجرة دي الوحيدة اللي كانت ملونة في الفيلم كله. الفيلم كله أبيض وأسود إلا الشجرة. هو خده ورجعه ناحية الشجرة تانية، ناحية الحتة اللي هو حس إن هو موتيفيتد، أو اللي حس إن هي ممكن تعمل له موتيفيشن في حياته. بس للأسف كان الإيه اللي حصل إيه؟ فين الراجل اللي بيعزف؟ اختفى. فالابن إيه؟ زعل إن الراجل اختفى. It's never too late. اللي قال too late it's never too late. الأب هنا هيعمل حياة تصرف، هيعمل تصرف ممتاز. هو من غير ما يعزف هو الأب هيعمل حاجة، إن هو هيعمل الدور اللي ابنه هيبقى بيه motivated. هو مش لازم يمسك كمانجة، مش لازم يكون نفس الشخص اللي ابنه بيبص له، لكن ابنه لو شاف إن هو ده source of motivation. بص بقى ايه اللي هيحصل، الناس ابتدت تستغرب، الراجل ابتدى يبقى له فيجن، ابتدى يبقى له وجهه نظر مختلفه عن الناس، فالناس استغربته، انت بتعمل ايه؟ هو بقى هنا المنظر كله بيختفي وهو ما بيشوفش غير ابنه. ابنه حصل ايه؟ البهجه رجعت له تاني. خدوا بالكوا هنا بقى، الاب لما الابن رجعت له البهجه هو ما اضطرش يحضنه. البهجه رجعت للاب ازاي؟ من بعيد. هنوصل هنا، الفيلم خلص. اخر حاجه عايز اقولها ان هنوصل لمرحله زي ابهاتنا وامهاتنا لو موجودين في مصر، ان اولادنا هيبعدوا عنا، مش هنبقى احنا قادرين نحضنهم زي كده، لكن احنا ممكن نفضل هم يكونوا سبب سعادتنا حتى وهم بعيد، حتى واحنا مش طايلينهم، لو قدرنا ان احنا نشتغل على ده. شفتوا في الاخر هو ما اضطرش يحضن ابنه عشان يحس بالسعاده او يحس بالتغيير، هو ابنه حتى بعيد اول ما شاف ان هو سعيد هو حس بالسعاده. اتمنى ان تكون المسج وصلت. انا خلصت عشان ايه؟